اولا هذه الدوره 14 كما كتعرفوا ديال الملتقى الوطني اللي كان في الدار البيضاء، الشعار اللي هو تعبئه شبابيه من اجل حمايه الاختيار الديمقراطي. كما كتعرفوا الشعار ما كنوضعوش، ماشي واحد كيجي كيحط شعار، الشعار كيوضعوا المكتب الوطني بعد نقاش طويل ومستفيض للوضعيه، المرحله في بلادنا، اللحظه اللي كتعيشها بلادنا، وكنحاولوا ان الشعار يكون كيعبر او كيعكس النظر ديالنا ولا كي كنشوفوا الوضعيه في بلادنا. هذا الشيء اللي كان على مر الملتقيات السابقه. العام فايت كان الديمقراطيه اولا، هاد السنه كان هذا الشعار، لاننا حسينا ان الاختيار الديمقراطي باعتباره الثابت الرابع من الثوب ديال هذه البلاد يبدو ان هناك تشويش عليه، يبدو ان هناك تشويش على المسار اللي انطلق، يبدو ان هناك محاولات للارتداد للرجوع. حنا كشباب الصوره ما بقاتش واضحه لنا بشكل كافي، يقدر هذا الارتداد يكون، يقدر غير حنا ما بانتش لنا الصوره، ولكن هذه التعبئه الشبابيه قدرنا ان هناك حاجه اليوم الى تعبئه شبابيه كبيره حقيقيه من اجل اعاده التوهج لهذاك الاختيار الرابع، الاختيار الديمقراطي اللي هو ثابت رابع، إعادة التوهج له من أجل أن نراكم جميعا، من أجل أن نوصل إلى أقصى تمكين لهذا الخيار في الاختيار في بلادنا. الحكومة اليوم كتشتغل، كنعرفوا الظروف فين كتشتغل، إلا كانت اشتغلت الحكومة السابقة في ظروف، يقدر هذه كتشتغل في ظروف اللي هي يقدر نفسها أو لا، يقدر أسوأ، لأن السياق كيختلف، وبالتالي داك الشيء اللي كدير الحكومة حنا مدركون أنها تدير، إلا دارت شي حاجة تديرها بصعوبة كبيرة. هناك اليوم سياق غير مساعد، وبالتالي فاش كنا كنقولوا أننا نقيو التيران، نقيو جميع التيران باش نلعبوا، اليوم ما يمكنش تلعب في واحد التيران اللي فيه الحجار وما مقادش الى اخره، وهذا هو التعبئه الشبابيه اللي كنهضروا عليها. وبالتالي الحكومه، الاخوه في الحكومه يناضلون من المواقع ديالهم الحكوميه، عمل مضني شاق متعب محاصر وكل هذاك الشيء كنعرفوا، وكنعرفوا ان ذاك الشيء اللي كيخرج من الحكومه كيخرج بصعوبه بالغه، وهذا هو حال المصلحين في الدنيا كلها وعبر التاريخ. ما يمكنش يفرشوا لك الورود من اجل، لان داك الشيء كيمس بالمصالح ديال هذوك الناس اللي كيعرقلوا. الدكتور الحسن الداودي في لحظه من اللحظات قدر ان الوضع يستدعي انه يدير طلب الاعفاء ديالو، داروا، والمسطره القانونيه هي واخده المجدر ديالها.